ليش الحقد صوته قوي والحب مش مسموع؟ صفحات العمر بتنطوي عحروف مليان دموع. ليش الحقد صوته قوي والحب مش مسموع؟ صفحات العمر بتنطوي عحروف مليان دموع. لما تصير الدنيا صور أبطال قلوب من حجر، لما تصير الدنيا صور أبطال قلوب من حجر. ما بيبقى للوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حب ما بتجرح، ما بيكفي القلب موجوع. ما بيبقى للوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حب ما بقى تجرح، ما بيكفي القلب موجوع. الحب مثل الحر بتقاوم تتلاقي قلب، هيك الحب مثل الحر بتقاوم تتلاقي قلب. في قلوب عميها الطمع، في قلوب تتحمل وجع، في قلب عقد ما ركع. صفى العشق ممنوع، ما في بالي الوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حب ما بيكفي القلب موجوع، ما بيبال الوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حقد ما بقى تجرح، ما بيكفي القلب موجوع. ما بيبقى للوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حقد ما بقى تجرح، ما بيكفي القلب موجوع. ما بيبال الوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حقد ما بقى تجرح، ما بيكفي القلب موجوع. رح اشتاق لك كثير لما تفلي، وبتمنى هالنهار ما يجي ابدا. مرت عمي، وانت ما تفكري فيها من هلا، انا اصلا ما رح فل من هون قبل ما يخلص كل شيء. ما بدي جواده يتشرد من ميلي لميلي. شو فكرك هلا مش حيتشرد؟ هي زيتها رح يصير مقسوم بين بيتين. لا مرت عمي، رح يكون وقته منظم، ورح يصير يجي لعندكم كل سبت واحد، او بزورني لإلي إذا ما ربحت أنا الحضانة. مرت عمي، طب ليه ما بتحكي أنت عاصي؟ ليه ما بتقولي له يتنزل لي عن الحضانة بدون محاكم وبالاتفاق؟ ما في ياسمينة، ما بقدر. ليش مرت عمي ليش؟ أنت أم مثلي وبتعرف شو يعني الأم تنحرم من ابنها، ليه ما بتجربي تساعديني؟ أنا لو كان طالع بإيدي كنت ساعدتها لجودي، كنت حفظت لها عبيها حدها. روبي ليه عملتي هيك؟ مش عم صدق انك رحتي خبرتيه. ما بعرف صادرة، ما عم بعرف شو بدي اعمل تخلي اميلو يغير رايه. ما عم بتخيلي بعد عني هو البابا، ما عم بتخيل حياتي بلاهن. روبي اكيد اميلو معه حق، اميلو وعمو حكمت اكيد حيكونوا مبسوطين هونيك اكثر، يمكن اكثر بكثير من العيشة هون. وانا صادرة بيتركوني لوحدي؟ انه ما فيك تروحي تزوريهم يعني؟ او هني يجوا كل فترة وفترة على لبنان؟ أستراليا آخر الدنيا. ما في شي بآخر الدنيا بهالأيام روبي. شوفي كيف هالعالم كله عم بتروح وتجي، بعدين بكفيكي سوشيال ميديا، واتساب، فيديو كولز، يعني أصلاً ما حتحسيهم إنه هن بالغربة. بلا صادرة، بلا هالقد وأكتر. بكفي أنا رح أنحرم أغمر بي لما أكون بحاجة، وأبكي على كتف خيي لما أكون زعلانة. يا روبي أنت ما تربي عدائية مع عاصي، وشوفي لا رح تبكي ولا رح تزعلي.
نحن هيك كنا متفقين روبي، على أساس ما رح ترجع تفوتي حالك بمشاكل مع عاصي. طيب شو رجع صار لك؟ كساندرا قلت لك شو السبب، فإذا قولي له لعاصي إنك ما رح تفتحي تمك بكلمة، وهلأ صار سكوتك مقابيل سكوته يعني. وبعدين خلي هالموضوع كارت بإيدك، إذا بحال شي مرة هددك يحكي لأيوان. عاصي وينك يا زلمة؟ ما كنت سامع، كنت بالحمام. في شي؟ بك شي؟ فوت فوت. عاصي صاير معك شي مشكلة؟ ايه صاير، وصاير مشكلة كبيرة كمان، ما لي غيرك تساعدني تحلها. خرطوش فردك، شغلت اللي بالي. قلي شو في؟ في شحنة علقانة على بور ليبيا، الشباب هونيك ما بيعرفوا يحلوا الوضع، مجبور حدا منا يطلع لفوق، أو بالأحرى لازم أنا أطلع، وأنا مش قادر. بس أنت ليش مش قادر؟ بيك شي؟ في شي؟ في إنه عم طلق أنا وياسمينة، وبدي أعجل ورق الطلاق قد ما فيه. شو هالخبرية هيدي؟ وليش وصلت معك للطلاق؟ ما فهمت. هلا بعدين بخبرك مهر. المهم هلا بدي حل قصة السفرة ونشوف كيف بدنا نسافر. طيب خلي ايوان يطلع، انه ايوان معود على هيك طلعات ودايما بيروح وبحل المشاكل هيدي. مزبوط، بس المرة مش قادر. هذه الشحنة ما بدي ايوان يعرف فيها. ليه فيها شيء مش مزبوط الشحنة؟ نمر، أنا ما بوثق إلا فيك بهالأمور. مش هيك بديك أنت تطلع. مدام ياسمينة، فينا نحكي هلأ ولا كمان بعدين؟ لا نينا، نحكي هلأ، فيك تعادي. أنا كان بدي أسألك أنه شو رح يصير فيي؟ قصدك بس فيلم من هون؟ إيه. أنا شو رح يصير فيي؟ رح يشحطوني من هون؟ لا نينا، ما حدا رح يشحطك، وأنت ما رح تفلي لمطرح. أنت بتعرفي نينا قد إيه أنا معود عليكي وبحب أختك معي، بس يمكن ما أقدر أدفع لك معاش مرتب، على أكيد ما حقدر أدفع لك قد ما عم يدفعوا لك هون، فما بدي أظلمك معي. مرسي كتير ست ياسمينة، عن جد إنه ما في منك، وانت اكثر وحدة بتعرف قديش انا بحاجه لكل ليره عم طلعها هون. بعرف نينا، بعرف، بس انت انتبه على شغلك، بلا كثر تحكي شمال يمين، انا ما رح كون هون تدافع عنك. اكيد خلص، من يوم ورايح نينا جديده، خرصه وعميه وطرشه. يا الله عليك يا نينا، رح اشتاق لك. يعني مثل ما قلت لك الموضوع سهل، بس اهم شغله ما تجيب سيره لحد. من هذه الناحية عاصي ما تعطي الهم، بس انت اكيد انه انا قادر روح عنك وخلص البضاعة وحل المشكلة وارجع؟ اكيد قادر، لان رح اعمل لك توكيل رسمي، يعني نمر على الارض هونيك كأنه عاصي. اي متى السفر عاصي؟ ايش هزور رايك؟ على الارجح بكره بالليل. شو؟ بكره بالليل؟ هيك فجأة؟ لك اي فجأة يا نمر؟ عم بقول لك اللي وقت عم عيني من هذا الموضوع. انا اذا بترجع لي لقلك كنت بسفرك امبارح مش بكره. طيب وانا كيف بدي اجهز ورائي؟ كيف ممكن نخلصوا لبكره؟ مين راح يجهز لي اياهم؟ انت باسبورك جاهز ما هيك؟ بلا، باسبوري جاهز. حبيبة بقيت الوراق،
عندن ياسي ما بعد الهم. على الأرجح بكرة بالليل بكون كل شيء جاهز. طيب أنا شو بدي أقول لتمارا؟ إنه أكيد رح تزعل مني ورح تفكرني مخطط للسفرة من قبل وما خبرتها وما رح تصدق إنه إجت سفرة شغل هيك فجأة علي. لك أنت بك شيء؟ بك شيء بعقليتك؟ عمالك ما بتخبر حدا بتقلي تمارا وسمارا؟ إنه أكيد بدي أخبرها لتمارا، ما رح أقول لها شو رايح أعمل، بس أكيد بدي أخبرها إني مسافر. لا نمر، لا بتخبرها مسافر ولا بتخبرها شيء، ما بتفتح تمك بولا كلمة. عاصي ما فيي ما خبرها، كيف بدي برر لها هالكم يوم اللي رح غيبهم؟ وين بدي أقول لها وين رايح وين رحت؟ ما بعرف، ما بعرف اخترع لها أي شيء، بتقول لها نازل على بيروت، رايح عند قرايبينك، ما بعرف. دبر راسك بس اوعى تجيب سيرتي أو تجيب سيرة السفرة. ما بعرف، هلا بشوف شو بعمل. قلت لك شو بتعمل، غير هيك ما تفكر لأنه بتخربها. فز قوم جيب لي باسبورك. عظيم، أهم شيء نمر ما بدي أرجع أعيد عليك ولا أي مخلوق يعرف بالموضوع. هيدا شغل وعادة ما حدا بيتدخل بشغلي، ما تعطل هم. عافيك نمر، كون أكيد هالمرة لك حلوين كتير كبيرة. ما بدي غير سلامتك عاصي، ما بدي غير سلامتك. وتنام وريح لحالك، بكره ليلتك طويله كثير. تصبح على خير. ليه قاعدة لحالك هون؟ شو فارقة روبي؟ قاعدة لحالي هون ولا بقوت؟ ياسمينة حسيتك زعلانة، أنت أكيد أنا مقتنعة بقرار الطلاق؟ لا لا ماني زعلانة، وأكيد مقتنعة، مش بس مقتنعة روبي، ناطرة هيدا الموضوع من زمان. طيب وليش شايفة زعل بعيونك؟ لا أبداً، هيدا مش زعل، يمكن خوف. خايف الحكم يطلع لمصلحة عاصي بالحضانة وأخسر أنا جواده. بس هيك؟ إيه بس هيك. طيب أنا رح فوت لجوا وأتركك لحالك. أوكي ياسمينة، دخلك عاصي هون؟ أنا ما شفت سيارته أنا عم صف. بتضحكي روبي، أكيد عاصي مش هون، ليه من أمتين بالليل قاعد بالبيت؟ بس ياسمينة قالوا فترة عاصي بالبيت، ما لاحظتي هيدا الشيء؟ يعني أكيد ما خانقه هو إياها، أصلاً ما تفكري في اثنين ما بيتخانقوا. إيه يمكن مزبوط بيتخانقوا، بس المهم إذا بيتصالحوا أو لا. على كل حال روبي إذا عايزتي تصلي فيه على التليفون، لأنه أكيد ما رح يجي بكير. خلص ما علي ياسمينة، بكرة بحكي. أوكي يلا بونوي. خدوا غسله وغير له الشرج تبعه، انا هلا بلحقك. شو حبيبي كيفك؟ تمام، كيفك انت؟ منيحه. يلا خبرنا بسرعه،
ياسمين وأمها ضاهرين وما بدي أترك جواده لحاله. طيب ما رح أخرك أبدا، بس بدي منك تركزي معي تسمعيني منيح وما تزعلي. شو في نمر؟ ما في شيء، ما في شيء، بس بدي خبرك إني مسافر. نعم؟ مسافر؟ لوين؟ مسافر على ليبيا كم يوم وبرجع. ومن وين فرخت هالسفرة؟ سفرة شغل ما راح طويل، طلع لي قرشين مرتبين وبيجي. وامتى مسافر؟ اليوم. نعم اليوم؟ شو عم تستلمنا نمر؟ عن جد يا قلبي اليوم، اليوم بالليل. يعني انت مخطط لها ومحضر لها بس لهلا لا خبرتني، لما لحق اسالك اسئله وافضحك، يعني في شيء من ورا السفره؟ يا حبيبي ما تروحي فيها لبعيد، عم اقول لك سفره شغل لا اكثر ولا اقل. ما تكذب نمر. سفره شو هيدي؟ يلا قول اسمها. تفضل، مع مين مسافر؟ تمارا. بلا شنو؟ ما تضحك علي نمر، من وين اجت هالسفره ومن امبارح لليوم وبدك ياني صدق؟ شايفني حمارة لصدقك؟ تمارا اسمعيني منيح وركزي معي، انا ما كان لازم خبرك لانه الموضوع سري كثير. يعني كنت عارف فيها للسفره؟ لا ما كنت عارف فيها. تمارا اسمعيني منيح، امبارح التقيت بعاصي وقال لي لازم سافر هالسفره باسرع ما يمكن، وحتى جبرني فيها وقال لي انه ما افتح تمي قدام حدا بالسفره وحتى انت بالتحديد. مع هيدا وكله انا عم خبرك لانه انا ما بحب كذب عليك وما بحب زعلك. ربحني جميلة إذا بدك. أنت ناوية على المشكل؟ لا مش ناوية أعمل مشكل، لأنه المشكل أصلاً موجود بما أنك خبيت علي. أنا خبرتك القصة مثل ما هي، لو بدي كذب كان فيي إليك نازل كم يوم على بيروت وراجع، ما كنت عرفتي بشي. عم ترجع تربحني جميلة؟ يا الله تمارا عن جد بلا ولدني، قلت لك هيدي السفرة أنا مجبور فيها وعاصي جبرني سفرها وأنا ما عبالي سافر، بس شو بعمل؟ فيك تلغيها. الغيها، أنا مش مرتحت لها. ما قلت لك مش بإيدي الغيها وما فيي الغيها وعاصي جبرني سفرها. لك عاصي عاصي عاصي، فلقتني بعاصي دير لك حياتك مثل ما بده وأنت ما عم تقدر تقول له لا. نينا شفتي شي لعاصي؟ لا الخواجة عاصي ظهر كتير بكير اليوم البيت. اوكي مرسي نينا. ولا وشو ما بتعوزي انا تحت خدمتك. بتحبي اقول له شي للخواجة عاصي بس يرجع انه سالتي عنه؟ لا نينا مرسي، هلا بشوفه بالشركه وبحكي معه. بعدك هون حبيبي؟ ايه حياتي، كنت عم بحكي مع نينا شوي. كنت عم اقول لها انه الخواجة عاصي ظهر كتير بكير اليوم. ده انت شو كان بدك من عاصي؟ لا حياتي ولا شي، بس هيك كنت بدي اسأله سؤال صغير عن الشغل. ما علي هلا بشوفه بالشركة وبحكي معه. طيب يلا تعي نتروق. ايه حياتي قلت لك انا ما في اتروق معكم اليوم لانه بدي روح شوف البابا شوي. اوكي حبيبي يلا تبقى حالي فازا. باي يا عمري. ستروبي عايزة مني شي تاني؟ لا نينا مرسي. طب اذا عايزت اي شي انا هون حاضرة. اوكي باي باي. جاي اطلب منك شيء. شو في؟ تتجوزيني؟ ما
ميرسي. تمارا شو بك؟ كيفك روبي؟ أنا منيحة بس لاقى أنت منك منيحة. إيه ماني منيحة. تخنقت أنا ونمر. يا عمي شو قصتك أنت ونمر؟ بشرفك عشو بدالكم تتخانقوا؟ محلكم تحفظوا عقلات بعضكم؟ ولا أنا حفظت له عقلاته، هو اللي مش حفظ لي عقلاته. ولا أقول لك حفظ لي عقلاته بس بجرب بخربط معي. ما بعرف ليك بحسه بحب يستخف بذكائي، هيك بجرب يمرق اشي علي كأني ولد قدامه. شو عامل أستاذ نمر هالمرة تمعصبك هالقد؟ هات نشوف. هو مش عامل، هو عم بجرب يعمل. أنا مسافر الليلة. مسافر؟ لوين؟ قال لي بس نسيت. وانت معصبة لأنه مسافر يعني؟ لا معصبة لأنه ما خبرني. قال شو؟ السفرة خلقت فجأة، عرف من 10 دقايق ومسافر الليلة بعد 10 ساعات، وبدو ياني صدق إنه هيك طلعت السفرة وإنه عاصي جابره يسافر أو جبروا فيها شي هيك. عاصي؟ لحظة لحظة تمارا ما فهمت عليك. عاصي هو يلي بعته بهيدي السفرة؟ إيه قال سفرة شغل ضرورية وعاصي طلب منه. طيب تمارا أي ساعة مسافر؟ قال لي الليلة بس ما عرفت أي ساعة تحديدا. يا عمي ويني هيدي؟ ما كان فيها تأجلي مشوارها شوي، كثير تأخرت. يا أمي أنت حق عليك كثير هرقتيها. لك شو هرقتها ماما؟ بنت عم تهتم بابنه، انا لازم اكون قريبه منها تامن لها عليه. بس ماما كثير هيك، ساعه البدا بتروح ساعه البدا بتيجي، عايشه على راسها. لا 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 كثير هريت يا كثير. بعرف ماما بعرف، خلص مش مهم، مهم انا برتاح لها. شو مرتحتي لها؟ كلها شقفه مربقه، ساعه البدك بتشيليها وبتجيبي غيرها. تمارا وينك؟ سوري تاخرت. يلا ماما خلينا نمشي، ما بدي اتاخر اكثر من هيك. يلا تمارا صار ما صار بدي اقيلي دغري. موافقين. يلا ماما. شوي خير روبي، شو في؟ من شوي التقيت بتمارا وقالت لي انك مسافر الليله. لا عم تمزح معي تمارا، شو هالبنت هي؟ ما خبرتها انه الموضوع سري وما لازم تجيب سيره قدام حدا؟ كيف خبرتك؟ روبي تخيل عرضك وعجيب سيره قدام حدا، لانه اذا حكيت قدام عاصي او عرف انه انا حكيت قدام حدا بيعمل لي منها قصه كبيره. ما تعطى الهم نمر، ما حدا رح يعرف، ما رح خليك تسافر. نعم نمر وثق فيي وثق فيي واسمع مني واعتذر هلا عن السفرة وبعدين ببقى بقول لك ليه. روبي ليش بدي اعتذر عن السفرة؟ كله كرمال الست تمارا لأنه مش راضية عن الموضوع؟ لأنه الست تمارا مش مصدقة إنه هيدي سفرة اجت فجأة ومنا سفرة طق حنك وهي سفرة شغل؟ لا روبي لا يا نمر لا، تمارا ما خصها، انت اعتذر وبس، ممنوع تروح نمر. لا اكيد في شي غلط. ايه في شي غلط بس هلا ماني قادرة احكي. انت بالاول اعتذر عن السفرة وبعدين لك الحادث حديث. لا روبي ما في اعتذر عن السفرة، انا وعدته لعاصي وهو متكل علي، ما في طعمي ضرب. نمر عم قلك ممنوع تروح، ما بقى تشرعني وما بقى تقلبي شو وعدته لعاصي. روبي عم قلك ما فيك تمنعيني انه سافر، أو بتخبريني شو السبب لأقتنع أو أنا مسافر، وهلأ صرت مصر إني سافر أكتر من قبل إذا ما بتحكي وبتخبريني شو في. نمر بترجاك تلغيها هالسفرة، بترجاك كرمالك أنت. ما رح ألغي شيء إذا ما اقتنعت شو هو السبب. ما بقدر. وأنا كمان ما بقدر. مشي نمر مشي، ما بدي حدا يشوفنا عم نحكي. آه دقيقة
دخيلكم ما بفي يتحمل. دخيلكم طاو حقوني، ما بعرف يتحمل وجعي، ما بفي يتحمل والله، كثير موجوع. طول بالك يا عم منير، طول بالك. لأمتى؟ لأمتى بدي طول بالي؟ أنت وعدتني إنه بدي فل، قلت لي كم يوم. أيوم كم يوم صار ماري؟ كم يوم؟ قلت لي إنه ما حتأذوني، بس هيك عم تعصبوني أكثر. رح تقتلوني، رح تقتلوني. بعرف، قتلوني وريحوني، قتلوني وريحوني بقى. ما تحكي هيك عمول معروف، أنا مش طالع بإيدي شيء، أنا عبد مأمور. بس أنت قلت لي إنه بدي فل. مزبوط، هيدي المعلومات اللي وصلتني. ما قلت لك هيك تريحك أو تضحك عليك. لأمتى؟ لأمتى بدك تتركني هيك؟ صدقني ما بعرف، ما بعرف شو بعدنا ناطرين لهلا. ناطريني تموت؟ أنا أكيد إنكم ناطريني تموت. لا تقولوا إنه مات موتة ربه. عودك فينا نحكي لمعلم؟ ليش بدك تحكي؟ شو بدك منه؟ خلينا نستفسر عن هالزلمة اللي جوا. لا ما فينا نحكي. الزلمة رح يموت، خلينا نحكي، بلكي منعرف أمتى بدون ياخدوه من هون. ليك حبيبي مش حاسس على حالك صاير كتير حنون على الزلمة وقلبك غليان عليه؟ لا غليان ولا شيء، كل القصة ما بدي إياه يموت بين إيدينا، ما بدي نتورط بجريمة قتل. روح من وجهي روح، إذا عندك شي مشكلة بالشغل أو اعتراض احكي لمعلم، بس ما فيك تحكي تتسأله شو ناوي يعمل، لأنه بكل بساطة ما خصك، فهمت يا بومبينو؟ فهمت. يلا جالوبس من وجهي تشوف. روبي ما عم بفهم عليك، هالقد الموضوع سري وخطير حتى ما بدك حدا يشوفنا عم نحكي؟ ما بدي عاصي يشوفني عم بحكي معك، ما بدي يعرف إنه من وراي أنا بطل بدك تسافر. وليش؟ نمر بشرفك، ما تبلش تسألني أسئلة كتير، أنا ماني قادرة أحكي. أنا كنت واضح معك من الأول، إذا ما خبرتيني شي أنا ما رح ألغي السفرة. يا عمي بشرفك، أنت ليه هالقد عنيد ليه؟ ولك أنا بدي مصلحتك أنت، إنه أنا شو جايين إذا بتسافر ولا لا؟ ما بعرف، بس عملي معروف فهميني، وين مصلحتي إني ما سافر؟ نمر، أنت ما لازم تسافر، ما لازم تترك هيدي المزرعة، يا عمي افهم علي. روبي كيف بدي افهم عليكي؟ ليه أنت خبرتيني شي لأفهم عليكي؟ يا نمر، يا نمر هيدي السفرة فيها إنا. ليش فيها إنا؟ خبريني ليش فيها إنا؟ لأنه الليلة إذا بتفل من المزرعة نمر، إذا بتترك المزرعة وبتسافر ما رح ترجع بحياتك لهون. مش عم صدق إنه عن جد عرض عليك الزواج؟ أقولك عن جد عاصي بحبني؟ طولي بالك، لا بيحبك ولا شيء، إنه حيالله واحد لو عم يظهر مع بنت وعارفة إنه بدها تموت بيعمل هيك. ما زال هيك، ليش مش قلتي له إنك مريضة؟ لشو لبستيني هالخبرية لإلك؟ دخلك خبرك إنه عرف بمرضك؟ لا ما جاب سيرة. ليه خايف يجرح لك شعورك مثلا؟ شو يا سيرين؟ هقتك بلشت تقتنع إنه عن جد بحبني؟ ولا بمية سنة بقتنع، عاصي ما بحب إلا حاله. عفوقة شو قصتك أنت؟ بتضلك تعيدي عن جد بحبني عن جد بحبني، ما يقوم حبي تتجوزيه عن جد مثلا؟ شو قصدك إنه بدي أتجوز عن جد يعني؟ ما بعرف والله، حسيتك كتير ضعيفة قدامه ومعقول تغدري فينا. لا حبيبتي مش رح يصير هيدا الشيء. ليه بقى؟ ليه؟ لأنه حبيبتي أنا هلأ صرت مكذبة عليه لعاصي. لا ومش بس هيك، كمان صرت متفقة معك هلأ، يعني حتى لو أنا بدي وحتى لو كنت عم أضعف قدامه أنت ما رح تمرقي لي إياها. برافو حبيبتي، عجبتيني. إيه ما هي ما بدها كتير ذكاء لأعرف شو قادرة تعملي. مش بس أنا ما رح مرق لك إياها، عاصي كمان ما رح يسامحك أبدا حتى لو كان بحبك.
اصلا ليش عاصي ما بده ياني هون؟ وانا دير المزرعه على اكمل وجه، ولا مره قصرت بشغلي، انه ليه بده يفللني من هون وبهالطريقه هيدي كمان؟ نمر انت ما بده مين يخبرك عن عاصي، انت اكثر واحد بتعرفه عن الغايب، عاصي عنده لذه انه يأذي الناس. لا مش مزبوط روبي، ومزبوط انه انا اكثر واحد بعرفه، عاصي ولا ممكن يأذي حدا بدون سبب، واكيد ما رح يأذيني. عن جد نمر؟ عن جد عم تحكي؟ بتحب ذاكرك كم مره اذاني واذا بيي واذا خيي؟ وانا بقدر اعطيكي مبرر لكل وحده هودي اللي عم تحكي عنه. مش معقول شو وافق انت، مش معقول، بس عن جد حرام. وافق لشخص ما بيستاهل، وافق لواحد بده يكبك من هون بس لانه خايف على حاله. من شو؟ مني انا؟ ليكي روبي، اذا ما رح تفهميني وتخبريني شو صاير، انا رح روح عند عاصي هو يخبرني بنفسه. الو الو، مرحبا. بعتذر معلم اذا عم بزعجك، بس من كم يوم قلت لي انه الزلمه مش مطول عنا، وبعد لهلا ما حدا رد علي خبر. وانت شو زعجك الموضوع؟ مين موكلك ذكرني بشغلي؟ بعتذر يا خواجة، مش هيك قصدي، بس الزلمه كثير مريض ووضعه عم بيسوق يوم بعد يوم. اي سوق امره ما يرجع، هيك بخلص منه اسرع. ليك اسمعني، اوعى بعد الا لما انا اكون حكيك، فهمت؟ طوني كيفك؟ فيك تخلصني من هالباسبور بقى، الزلمه رح يروح بين ايدينا وانت بعدك بتقلل اللي فيه. شو نمر؟ فهمت علي هلا؟ اقتنعت؟ شو بدي افهم؟ كل اللي فهمته انه عاصي ماسك عليك شيء، ما بدك ياني سافر واترك المزرعه حتى عاصي ما يحكي. ما فهمت، شو بينفهم من هالحديث؟ نمر، يلي بعرفه انا مخوف عاصي منك. يعني وجودك هون بيحميني، كرمال هيك عم بطلب منك تضلك هون، كرمال هيك عم بطلب منك ما تسافر. خلص روبي، خلص. عم ضيع وقتي على الفاضي. وما في شيء من كلامك مقنع، بعدين شو في شيء ممكن انت تعرفيه عني وانا ما اكون عارفه؟ بتعرفي شو؟ ما فهمت شيء ولا بدي افهم. خلينا نرجع على المزرعه لانه عندي كثير شغل بدي اعمله لبكير. يعني ما رح تلغي السفره؟ لا روبي، ما رح الغي السفره، لانه ما اقتنعت بولا شيء قلتي. بعدين عاصي ولا ممكن ياذيني، وبيعرف كثير منيح هو انا قد ايه بحبه. بعدين روبي، بس بقى بلا هالحزازير وبلا هالمسرحيه بقى اللي عم تعمليها. عاصي بيحبني كثير، بيعرف انا قد ايه بحبه، وبيعرف انه انا بعتبره مثل خيي. مش مثل خيك نمر، عاصي عن جد خيك. ايه عن جد خيي. بعدين انا بعرف كثير منيح عاصي ولا ممكن ياذيني او يفللني من هالمزرعه، بعدين اذا بده يشحطني من هالمزرعه في بكل بساطه يقول لي روح والله معك، مين بهدي؟ مين بيمسكه؟ بس هو ما رح يعملها ابدا، لانه بيعرف اهميتي عنده وبعرف انا اهميته عندي. كل اللي عم تقوليه ما فيه منطق ابدا روحي. يا نمر، انت لو بتركز معي شوي بتسمعني شو قلت لك بصير كل شيء منطقي. انت خيو لعاصي. روبي، خلينا نرجع على المزرعه. نمر، نمر انت ابنه لجواد الابيض، انت نمر الابيض. كرمال هيك عاصي بدي يوديك من هون، لانك بتهدد العيله وصيتها واستقرارها، لانك ولد منك شرعي. نمر، انت خيون لعاصي وايوان وعامر بس من غير ام. روبي انت شو عم تحكي؟ عم اقول لك الحقيقة نمر، عم خبرك السر يلي عاصي خايف انه حدا يعرفه. انا كنت بعرفه من زمان بس ساكتة، امبارح فتحت كل ورائي قدامه وصار يعرف انه انا معي خبر. كرمال هيك خليت هاي السفرة المفاجأة، كرمال هيك خيو لعاصي ولايوان ولعامر
ابن الجبهة الأبيض. أنا نمر الأبيض. فهمت علي هلأ؟ هلقد بدك وقت تجيب سندويشات؟ ليش تأخرت؟ كان عجق عند الزلمة. فوت عطيه هذا الملقح جوا. جبت لك أكل، بتحب الشاورما؟ عم منير أنت لازم تاكل. ظهرني من هون. بوس جريك ظهرني من هون. شو تمارا؟ هاي ياسمينة. عزبيك؟ حياتي أنا. جواده بحبني ما بعذبني. كيف كان مشوارك؟ مش كتير منيح. شفت شقة بس ما عجبتني. دخليك هولي الأشياء مش لازم تكون مسؤولية عاصي؟ والله إذا بدي أتكل على عاصي بعد منطلق وبجيب صاحبته لهون وما بيلاقي لي شقة. على كل حال أنا بدي لقى شقة على ذوقي، ما بدي أسكن على ذوقه. أنا رح نزل البيبرونات وأرجع، أوكي؟ أوكي تمام. نمر، أنا خبرتك الخبرية لأني خايفة عليك، بس اوعى تفتح تمك بكلمة ما لازم حدا يعرف. بس في شي بعد ما خبرتني؟ لا، خبرتك كل شي. ليش خايفة من عاصي؟ شو ماسك عليك؟ نمر، أنا تأخرت ولازم أمشي ضروري، ما في ضلني هون لأنه ما بدي حدا يشوفني معك. روبي، عاصي شو ماسك عليكي؟ ليش خايفه منه؟ نمر، مش وقت هلا، بعدين ببقى بخبرك. اصلا خبريتي ما بتفيدك بشي. يلي بفيدك هلا انك تعتذر عن هالسفره اذا حابب تبقى هون. بتعرفي شغله، انا ما بقى عارف شي ولا فاهمين شي. معك حق، صعبه وما بتفوت بالعقل، بس وثق فيي نمر والغي السفره هلا، وبعدين أنا مستعدة أعطيك إثباتات تأكد لك حكي. وين إني هالإثباتات؟ وينه اللي ما بتعطيني إياهن هلأ للإثباتات؟ ليش بعدين مش هلأ؟ ليش الحقد صوته قوي والحب مش مسموع؟ صفحات العمر بتنطوي عحروف مليان دموع. ليش الحقد صوته قوي والحب مش مسموع؟ صفحات العمر بتنطوي عحروف مليان دموع. لما تصير الدنيا صور أبطال قلوب من حجر، لما تصير الدنيا صور أبطال قلوب من حجر. ما بيبقى للوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حب ما بتجرح، ما بيكفي القلب موجوع. ما بيبقى للوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حب ما بقى تجرح، ما بيكفي القلب موجوع.